بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام، عيدا حميدا مباركا من القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي، القارئ المقيم بمركز مدينة أشمون. يا سادة الله لقارئنا بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Thank you.
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل ما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر للمتقين وتنذر وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى
الرحمن على العرش استوى
لعلي فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتاها نودي يا موسى
فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وانا ألقيها يا موسى.
فألقاها فإذا هي حية تسعى اشدد بذي أجري
وأشركه في كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلنا يا موسى صدق الله حقا إن لكل شيء في جماله حد ولكن جمال القرآن الكريم ليس له حد إنه جميل في معناه جميل في لقاه وما أبدع أن يتقابل الجمال بالجمال جمال القرآن الكريم وجمال التلاوة والإلقاء وكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز مدينة إشموج أيها السادة أنا معكم وبتوفيق من عند الله الشركة الفنية لتصنيع وتركيب مكبرات الصوت والضوء إدارة مهندس سيد جابر عيسى المقيم بمركز مدينة منوف أمام المجمع الطبي مع المعرض الفني للفراشة الكبرى فلصاحبها الحاج فاروق سليم وأولاده المحل الأول بمركز مدينة منوف يا سادة القراءة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ محمد حسني جلهوم القارئ المقيم وقرية كبركي مركز ومدينة منوف